يوم ما قبل الاخير من شهر رمضان المبارك، بنطل عليكم مشاهدي تلفزيون مستقبل وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم. لكم مساء الخير واهلا وسهلا فيكم جميعا، ومن لكم رمضان كريم عن جد باخر يومين من هالشهر الفضيل. يعني فعلا وكانه امبارح بعدنا مبلشين بشهر رمضان، وكانه امبارح بعدنا مبلشين بالحلقه الاولى من برنامج شي جنون وتحضيراته طبعا اللي سبقت شهر رمضان المبارك. فعلا فريق العمل جميعا امبارح بعدنا مبلشين، هي بتحكي عن حالك لانه انت يعني خلاص حسي دهر مظبوط اكثر يعني اساس اثنين عم بتصوموا، يعني انه مش اللي لا صايمين بحسه. هي لا هي حس دهر لانه عم تشتغل معنا. شو خصوصا سام هلا عم تزيد علينا بالسام؟ لا لا يعني لا بس انا فكرت انه رمضان. طيب يلا يعطيكم العافيه بعد ما يجي قاعد مش شيخ لي خلونا نطلع على الحلقه وبترجعوا بتعلقوا على اساس انه انت برا. اكيد انا برا، انت اللي بلشت المشكله. انا بهديكم برا. على كل مشاهدينا مساء الخير جميعا، اهلا وسهلا فيكم طبعا، واعذرونا على اللي بتشوفوه بدايه الحلقه بين صبحي وكريم. على كل بدي اقول رقم واحد للمشاركه معنا هو 1076، تبعتوا اس ام اس بحرفين سي جي او سي جي لتشاركوا معنا باخر حلقات هالشهر الفضيل بالاضافه لحلقات عيد الفطر السعيد. بدنا نقول انه يوم الخميس والجمعه والسبت رح يكون في عنا حلقات خاصه بعيد الفطر السعيد. يوم الخميس رح نبقى معكم على الساعه 10:30 المساء، انما الجمعه والسبت مبدئيا رح نكون معكم الساعه 8:30 مساء، من 8:30 ل 10. وطبعا يوم الجمعه رح يتم السحب على جائزه الكابل اللي بده يربح معنا عرس كامل المصاريف ل 150 شخص، ويوم السبت رح يتم السحب على السياره الرقم 5، السياره الخامسه اللي هي هيونداي اي 10 الحمراء الموجوده معنا داخل الاستوديو. مساء الخير كريم، يعني بدك تتحملينا ونتحمل بعضنا قد ما فينا اخر اربع خمس ايام، يعني شو بدنا نعمل؟ انه حظ. بعدين هلا انت عم بتعبري على الهواء، انا مش عم عبر، اذا بعبر على الهواء كارثه. كنت مشيت من الاول. مساء الخير ميشيل اكيد، ومساء الخير صبحي، ومساء الخير لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا. مثل ما قال ميشيل صحيح ايام رمضان ركضت بسرعه، وايامنا معكم عم تركض اسرع، لانه نحن وياكم على طول لاوقات بتكون بيناتنا كثير حلوه، عكس انا وبعض الزملاء معي. مين بعض الزملاء تحديدا؟ على الهواء اكيد جوائز عديده بانتظاركم بحلقتنا لليله من شي جنون. معي انا طبعا في سفره على متن الاورينت كوين، تقدمت مرعى ابو مرعيت من ايام من العمر، رح تمضون على سفينه كثير حلوه، رح تتمشوا او تكتشفوا ارجاء هالسفينه الرائعه. والله ليك عم بتجود باخر 3-4 ايام تشتغل على حالها، يعني انا لا حبيت انه اخر 3-4 ايام قلعتي. ايه؟ يعني اخذت معك شي 25 حلقه ومش الحال. لا منيح منيح، اخر 3-4 ايام قلعت انه عم تعطيني كومبريموز. طبعا رح نزور رح تزوروا بهالسفره الجزر التركيه والجزر اليونانيه، وبالاضافه لسفره الاورينت كوين عندنا كمان ذهب والماز، وشو كمان؟ ساعات في عندنا ساعات يمكن كمان عندنا في سيربريزات. صح في سيربريزات اكيد، في سيربريزات. وبدنا نقول السيربريزات الكبيره رح تكون بايام عيد الفطر السعيد، رح يكون في عندنا ساعات موشن كل ساعة قيمتها 4000 دولار، بالإضافة لطبعا رحلة العمر، ورح يكون عندنا كمان ليد سكرين 40 انش، بالإضافة لسراوند سيستم مقدمين من سويدكس قيمتهم 2200 دولار، رح يربحهم كمان شخص واحد، ورح يكون في عندنا سيارة، ورح يكون في عندنا رحلة العمر. هيدي فعلا رحلة العمر، وحقق حلمك فعلا بالحلقة الأخيرة من برنامج شي جنون بفقرة تايم أوت مع صبحي اللي بتزوروا فيها وبتحضروا آخر أربع متوشة من كأس العالم بالبرازيل، هالجايزة اللي قيمتها أكثر من 30000 دولار. صبحي اهلا وسهلا فيك كمان اليوم، مساء الخير. مساء الخير لك ميشو، مساء الخير لكارين كمان، ومثل العاده ما بدنا نحكي. سوري ما علقت على اللوك، شو هالعوينات حلوين؟ العوينات جديده اكيد حلوه، هيدي اكيد بدي اتشكر كمان. وين البوشات؟ من لا بدي اتشكر فادي حكيم كمان على كل العوينات. شوف انا شو بدي اتشكر لفادي حكيم، عجبتك؟ بدك منك كادو خلص. ميرسي. فاذا بدي اتشكر فادي حكيم على لوك كل العوينتات وصرار على كل تياب، وبدي اتشكركم انتم يلي عم تبعتوا اس ام اس وعم توثقوا فينا وبرنامج شي جنون. مثل ما قال ميشو، مثل ما معودين دائما فينا، رح نكون جنون على الاخر. ما رح احكي عن الليله انه رح نربح مانشستر يونايتد بمواجهه تشيلسي، رحله على الاولد ترافورد على مانشستر مدفوعه كافه المصاريف، تقدمت وان بوكس اوفيس وتلفزيون مستقبل اكيد. وان بوكس اوفيس هي الشركة الرياضية الرائدة بعالم السياحة الرياضية، مركزهم ومكتبهم الرئيسي هو ببرج خليفة بدبي بالإمارات العربية المتحدة، ومكتبهم كمان بالمملكة العربية السعودية بالرياض بالكويت وبجدة وبالداونتاون بلبنان، وشركائهم بلبنان بروس كافيه الدكواني. أنا رح قلكم مشاهدينا أنه خلال هالأربع خمس أيام اسمعوني كتير منيح،
ريال مدريد برشلونة، تشامبيونز ليج فاينل، تشيلسي أرسنال، كأس العالم بانتظاركم انتو. بس قد ما فيكم تبعتوا اس ام اس على 1076 ليعلو فرصكم انه نتلفلكم وتقدروا تربحوا. لأمي شو قبل ما اروح لعندك بدي اقول بليز الكل يصدقنا، ما قلنا خص بمين عم يتلفل. اكيد 100% هيدي كمان كرسي. في كثير عم يعني عم نواجهها انه اكيد بكون عنا معارف ان كان كريم صبحي انا منال اي حدا بفريق العمل طبعا من المخرج للمصورين. ايه يعني نحن بودنا نربح الكل قد ما فينا، بس بالنهايه هيدي هي اللعبه وصدقونا انه عم الكمبيوتر هو اللي بيختار بواسطه الاس ام اس، وكل ما بتزيدوا اتصالاتكم بالاس ام اس كل ما بتزيدوا فرصكم للمشاركه، لانه مثل اللوتو اذا قاطعين 10 شبكات غير ما تكونوا قاطعين شبكه واحده. ايضا انا ببدايه الحلقه اليوم بدي اتشكر محلات موستاش يلي كنت عم بلبس منهم طيله الشهر الفضيل طبعا بعده فروع بالحمرة اللومول وغيرها من الفروع. فاذا اربع فقرات بحلقه الليله رح نرفق نكون بحلقتنا، رح يكون عندنا حظك عبابك مع منال يلي توجهت اليوم الى الجنوب اللبناني وتحديدا بتصور الى مدينه صور، فرح تكون معنا ان شاء الله منال بمدينه صور بحظك عبابك. رح يكون عندنا فوز بالكروز تايم اوت، رح يكون عندنا فقره هوز هو هالفقره طبعا يلي بنصور فيها ثلاث شخصيات بثلاث مناطق لبنانيه ومجموعه جوائز قيمه بانتظارهم طبعا، بنرجع بنخبركم عنهم بعد لحظات. انما بالبدايه خلينا نقلع نحن وياكم قبل ما نكون مع فقره هوز هو. رح ننتقل لنشوف سوا، انا حبيت هيدي النقله فقره هوز هو. العزم حبيتك؟ لا هو لا عم يلعب، عم يلعب معنا باللعبه هو هادي ابو ورده المخرج. لا بس بدي اقول لك شيء، في امرار مثلا بيعملوا دعايات مثلا لمنشطات بحطوا ناس فرح بدهم يعملوا دعايه للعزم اولى هوز هو. على فكره بعدين بطل انه هيدا مش هادي اللي عم صارت هي عنده اياها وايرلس الكنترول، بس قول انا زبطناها، بس قول هوز هو بتنط الكاميرا عند كريم اي شيء مثلا بكون عم هوز هو شفتوا. فاذا مشاهدينا تريلر جوائز وهنرجع لكم. بيكفي يكون جوابك صح او بيكفي يكون حظك حلو حتى تربح معنا. طيلة شهر رمضان المبارك رح يكون برنامج شي جنون حدك حتى يسليك يفرحك ويربحك. جوائز وهدايا بمئات والاف الدولارات بانتظارك يوميا، وحتى يستحق اسمه قرر شي جنون انه يطير لك عقلك بهدايا بالبحر بالجو وعلى الارض. مجوهرات قيمة بتصاميم فريدة، رحلات بحرية تقدم يوميا من أبو مرعى كروزز لمدة 8 أيام من بيروت إلى مرمريس وبودروم وجزيرة ميكونوس اليونانية الساحرة، رحلات ولا بالخيال تجعل من أيامكم ذكريات ما بتنتسى. أدوات منزلية كريستال وهدايا ولا أجمل من ANF أحمد ناجي فارس بفرعي البسطة والمكلس. أدوات وإلكترونيات لا غنى عنها من حمدان للإلكترونيات الجناح، عنوان الثقة والجودة والاسم المعروف، وأيضا هدية ثمينة من مؤسسة مشموشة لبيع الأدوات المنزلية الكهربائية والرياضية على أنواعها من ماركات عديدة وعالمية كلها عند مشموشة. أما اللي بحب الرياضة وبحب يطير بالجو، ون بوكس أوفيس بتقدم له رحلات سفر مع إقامة والأهم بطاقات لحضور الفورمولا 1 وأهم المباريات العالمية بكرة القدم وبأكثر من بلد، فضلاً عن تي شيرتس موقعة من أهم اللاعبين والنجوم العالميين يلي بتتمنوا تشوفوهن. مع ون بوكس أوفيس أحلامكم تتحقق كلها. وللرياضيين كمان وكل الأشخاص يلي بيقدروا القيمة العالية للملابس والتجهيزات الرياضية على أنواعها بترافقهم ماركت لجيا الإيطالية بالتمارين كما بحياتهم اليومية. وبيبقى كتير بجعبتنا ألبسة رجالية فخمة من بوتيك سرار بفرعي الحمرة وصيدا، الاسم العريق للألبسة الأنيقة والمختارة بعناية للرجل المميز. بطاقات بقيمة 500 دولار من بانك مات جيفت كارد، بطاقة واحدة لجميع المناسبات، وبطاقات من معهد جيم نصار العريق بمجال إبراز جمال السيدة بفرعي الجميزة وصيدا. وللشهر الفضيل أيضا غازي ترافل بيقدم لكم أجمل الرحلات إلى مدينة الشباب أيانابا، معهم بتسافروا بأمان وراحة بال. ولتتابعونا على شاشة مميزة اختارت شركة سويدكس صديقة البيئة تقدم LCDs بمواصفات خاصة من ناحية المواد الطبيعية المستخدمة أو التصاميم الفريدة يلي بتميز الشركة السويدية العريقة. هيدا أكيد مش كل شيء، رح ترافق أيامكم وترسعها بالألماس ليلة العيد ساعات موشن حتى تلمع عيونكم مثل أوقاتكم بالنجاح الأكيد. ويوميا بانتظاركم ساعات وأقلام ثمينة من موشن لمن تشرح حول العالم حتى تحلي أوقاتكم وذكرياتكم.
والمهم كتير تعرفوا أعزائنا المشاهدين أنه كل المتصلين أو المشاركين بشي جنون من اليوم الأول للبرنامج وحتى يوم العيد رح يدخل اسمهم بالسحب الأسبوعي للفوز بأكثر من 5 سيارات. مين بيعرف إمتى الحظ بيبتسم له وبيسلمه مفاتيح سيارة جيلي ولا أجمل أو سيارة هيونداي كاملة المواصفات. ومفاجأة كتير كتير بعد. مشاهدينا أنتوا بتستاهلوا وشاشتنا كريمة. بالعودة طبعا لمتابعة حلقتنا، أكيد مشاهدينا اللي بيتابعونا دايما بيلاحظوا أكيد وما في أدنى شك قد أنا بهتم بإطلالة كارين بالحلقات وقد هيك بعطيها معنويات قبل الحلقة وهي دايما بتجرب تهاجمني، بس هالشي ما عم بيأثر أكيد على الحلقة وما عم ببين. بس بدي أقول لها اليوم هالفستان الحلو اليوم اللي لبستيه هيك تخليك، شو هني عصافير ولا بابيونات ولا بابيونات يعني اذا طاروا كلهم فرد مرة شو بصير؟ معقولة أنا ينزلوا بابيونات علي ويطيروا؟ أكيد لا. خلص أكيد. خلص. طيب مما انك جبت هاي السيره بدي اتشكر طبعا محلات كارن ميلان وريس اللي كانوا عم يلبسونا كل هيدا الشهر، بدي اتشكر حمزه على الميك اب، وبدي اتشكر مصطفى وعبد ومروان على الشعر، وبدي اتشكر سكين بيجو على الاكسسوارز. هلا صارت عمليه تشكرات يعني. ايه تشكرات يعني. أوكي. لا لانه بيستحقوا. انا برايي بكره انا اجيب لنا فاكس نقري على الهواء. لا عن جد كل اللي عم يهتموا باللوك تبعك. لا 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 بس عن جد لانه انتبهوا معي وبيستاهلوا. بس بالاذن بس انه فينا نبلش الحلقه ولا بعد في عندك حدا انه ما عم بفهم دقيق بعينه؟ لا بس انه مشاهدين ناطرين. مش معقول. ما المشاهدين بحبوا يعرفوا. عندنا مشاهدين. رح ننتقل طبعا لزميلتنا منال يلي موجوده الليله بفقره حظك على بابك، وتوجهت الى الجنوب اللبناني بمدينه صور. بنقول لها مساء الخير يا منال ويعطيك الف عافيه وتحياتنا لكل اهل صور. تفضلي منال. تفضلي. مساء الخير ميشيل كارين وصبحي، ومساء الخير لكل المشاهدين. انا معكم اليوم من ام المدن سيدة البحار مدينة صور، هالمدينة يلي بتعرف بالفينيقية بتعني كلمة الصخرة. نحن موجودين ب يعني هالمدينة من اكثر المدن يلي معروفة انها بتحتضن اثارات منها بيزنطية اغريقية عثمانية وعربية. بكرنا شوي جينا قبل بوقت ميشيل صراحة عملنا برمة هيك على هالبحر الحلو، وحتى فطرنا اطيب سمك. يا ريت كنتوا معنا لنقلكم ألف صحتين، بركي شي نهار بنجي هيك كلنا سوا مع بعض. مين من هالعيال القريبة للقلب والكريمة والمضيافة رح تربح معنا $500 كاش؟ هيدا الشي رح نشوفه أنا وياكم بعد شوي. أكيد منال يعطيكي ألف عافية، وتحياتنا طبعا لكل أهل صور اللي عم بيتابعونا طبعا بهالبرنامج، وأكيد رح نكون معك بعد دقائق قليلة من هلا لنطلب الشرط. وبتصور اليوم خططنا أنا وياكي نعمل هيك شرط خاص بعيدا عن يضو ويطفوا. على كل رح ننتقل الى فقرة طبعا بتحبوها كتير كتير بتحبوها لاسمها، وفي كتير ناس زعجون، مش كتير ناس، في شخص واحد زعجوا على الاسم. الحمد لله. فقرة هوز هو طبعا. فقرة هوز هو رح ننتقل الى 3 مناطق لبنانية. خلينا نقول على الجوائز، اول شخص بيبعث اول صورة لقلوه بواسطة الواتساب على 70 970 711 بيربح معنا جوائز قيمتهم $1750 عبارة عن تلفزيون ليد سكرين 32 انش ماركة سويدكس، الماركة السويدية، مصنوع من خشب وهو صديق للبيئة، والريسيفر بلت ان بداخله، بالاضافة طبعا للتلفزيون ليد سكرين بيربح ايضا ساعة موشن رجالية قيمتها $950. الجائزة الثانية رح تكون كمان من سويدكس، رح يكون ساوند بار ب $350 تقريبا شي 200 وات او اكثر، يمكن فيكم تعملوا عليه سهرة وبارتي وترقصوا، بالاضافة للتي في بوكس سمارت سهرة وبارتي وطلعت فيه ليه؟ لا وترقصوا عم بطلع فيكم ديناتكم عم رقصكم. اوكي يلا اذا بدكم يا بعدك واقفة هيك واقفة على هوزو ما برقت هوزو بعد ما احكي. طيب خلص رح ضل اقول هوزو بالحلقة هيك بنضل مركزين هيك. فاذا بالاضافه لادوات كهربائيه من عند مشموشي اخوان، وجائزه المرتبه الثالثه راح تكون ادوات كهربائيه من عند حمدان براذرز، كله هيدا بفقره هزه. الشخصيه الاولى بالجنوب اللبناني بمنطقه جزين راح نشوف رجل يمكن عم يشتري خضره او شيء، بنشوفه. الشخصيه الاولى هو وانتد الليله مطلوب ليربح سياره ومجموعه جوائز قيمه، بنشوفه وشو بنعمل بنرجع لكم.
فاذا هالعم هو الشخصية الاولى بفقرتنا الليلة. اذا شفتوه حكوا، اذا حدا من اولاده حدا من اقربائه شافوا هذا نزيح هيك تشوفوه. فاذا طبعا رصدته الكاميرا بمنطقة جزين، واذا بتلاحظوا يمكن رمأة للكاميرا رمأة صغيرة. هالعم بنوجه له تحية كتير كبيرة من برنامج شي جنون، وبنقول له اذا الليلة عم تحضرنا او حدا من اولادك صوروا للوالد وابعثوا لنا صورته بواسطة الواتساب على الرقم الخاص 70970911 الموجود قدامكم هلا. لا المصادفة الحلوة اللي عم بتصير انه كل يوم بنقعد بعد الحلقة بنتفرج على صور اللي عم يبعثوا لنا صورهم على الواتساب، انه شيء هيك شيء هيك، هن ما خصهم باللعبة بس عم يبعثوا لنا صورهم، فشكر كبير لكل اللي عم يبعثوا لنا كمان صورهم على الواتساب. عم بحبوا يعرفوا حالهم يعني عم بحبوا يعرفونا على عيون. اكيد اكيد انه بيقولوا لنا هاي وكذا. مع هالفكرة وصلني 3 صور منك كمان على هذا الرقم. عم حاول كنت غشك. صح بركي بتربحني. انت بتربحي دايما وجودنا يعني. طيب اليوم كثير ولعان القصه، خلص ارجع من جزين بنروح الى اقصى الشمال اللبناني الى محافظه عكار ومنطقه كروم عرب. رح نشوف رجل عم يتمشى يمكن مع صديقه او شيء وعم يحكي هو ايه، رصدته الكاميرا بكروم عرب بعكار. إذا مشاهدينا هالشاب اللي شفتوه كان عم بدردش هو وصديقه بمحافظة عكار بمنطقة كروم عرب تحديدا، هو الليلة أيضا مطلوب ليربح معنا مجموعة جوائز قيمة بالإضافة لدخول اسمه بالقرعة على السيارة الأخيرة اللي هي هيونداي آي 10 الموجودة معنا داخل الاستوديو. فإذا إذا حدا بيعرفه خيو أخته ابن عمه بنت بنت خالته ابن بنت عمه كمان فيها تلفن له وتقول له صورتك ببرنامج شي جنون لتشارك معنا طبعا وتربح جوائز قيمة ويبعث لنا صورته، وإذا أمكن يبعث لنا صورته بنفس التيشيرت نتأكد أنه عن جد هيدا هو. تابعين أنا وياكم رح ننتقل من عكار، من عكار رح نروح على جبيل، هالمدينة الرائعة جمال المدينة السياحية جبيل. رح نشوف سيدي كمان يمكن ماشي وحاملة كياس الخضرة ورايحة على الطريق، منشوفها ومنرجع لكم. إذن هالسيدة هي طبعا بمنطقة جبيل بمدينة جبيل العريقة ماشي على الطريق، إذا شافت حالة عم تحضر التلفزيون قاعدة سردتها وشافت حالة ونقزت شو عم بعمل على التلفزيون، عم تعمل إنه أنت مطلوبة ليلة تربحي معنا سيارة ومجموعة جوائز قيمة. إذا هي مش سردتها وقاعدة، يمكن ابن عمها سردها وقاعد، يمكن بنت خالتها، ما حدا يعني ما بعرف مين، بتلفنوا لها بتقولوا لها عجلي صورتك على التلفزيون وبعتي صورتك على 70970911 لا تربحي معنا جوائز قيمة، وجربوا قد ما فيكم بسرعة لا تاخذ هالفقرة حقها مزبوط بحلقة اليوم. فإذا هودي هن الأشخاص الثلاثة رح نرجع نشوفهم ثلاثتهم مع بعضهم بجزين بعكار وبجبيل، هالثلاث شخصيات هن الليلة أبطال فقرة هوز هو. العم بمنطقة جزين بنوجه له تحية كثير كبيرة من برنامجنا، الشاب بعكار بمنطقة كروم عرب تحديدا، والسيدة بمدينة جبيل أيضا، أنتم مطلوبين الليلة لتربحوا معنا الجوائز القيمة اللي بانتظاركم. من فقرة هوز هو رح نروح إلى فوز بالكروز وحقق حلمك، كل هالشي رح يكون بعد البريك الأول ومباشرة بعدها بنرجع لكم.
نرجع لكم مشاهدينا مباشرة على الهواء بحلقتنا الليلة من شي جنون بالحلقة ما قبل الأخيرة من شهر رمضان المبارك، مع التذكير طبعا أنه رح يكون في عنا ثلاث حلقات خاصة عيد الفطر السعيد أيام الخميس الجمعة والسبت، مع تغيير التوقيت بالنسبة للجمعة والسبت رح نكون معكم من الساعة 8:30 المساء للساعة 10 مباشرة يعني على الهواء أبكر. مع جوائز جديدة إلي. يعني أبكر والله برافو ايه. شديدة الملاحظة لا ما قصدي هيك شو قصدي؟ قصدي انه ابكر يعني كمان ايه بس يعني ساعة ونص كمان يعني ايه بس انه ابكر يعني ما انا بدي وقت تو بروسست صح يعني صرنا ابكر يعني بتشرفي على التلفزيون اي ساعة؟ حلو اربعة ساعة 8:30 على الهواء 6 على الله يعين اهلا وسهلا الله يعين نلتقى بكير الله يعينهم اذا بدكم نجي اربعة بنعمل بيكنيك قبل ونرجع عنا على كل مشاهدينا خلينا نبدا بالاتصالات الهاتفية والاتصال الاول بحلقة الليلة الو مساء الخير الو مرحبا يا هلا مرحبتين وثلاث مراحب كيف صحتك؟ انا كثير منيح الحمد لله وانت كيف؟ ماشي الحال الحمد لله كل شيء مين معي؟ معك بسام ياسين بسام ياسين من وين؟ من بيروت مرة جديدة من بيروت اهلا وسهلا فيك بتعرف هذا القلم مرق عليك شيء قبل شايفه؟ ايه اوكي معك خبر اوكي ف... اكيد اوكي ما بركت اللي فيه قول خلص صار هذا اليوم الثامن فاذا أيوة. غسان ياسين بسام ياسين بسام لانه كدمين لك يمكن غسان مزبوط بسام ياسين اسمك دغري مباشره راح يدخل بالقرعه على اخر سياره اللي هي هيونداي اي 10 مزبوط مزبوط فنحن هيدي راح نسحبها السياره تحت اشراف مديريه النصيب الوطني اللبناني يوم السبت ثالث ايام عيد الفطر السعيد وهذا اسمك يا بسام اذا مبين عليك مين سهران معك حاسس في شويه عجقه حواليك اوكي مزبوط ولا لا مين معك هيدا اسمه بسام ياسين اوكي مزبوط بسام ياسين دخل اسمك بالقرعه معنا على السياره هلا خبرنا يا بسام شو عبالك تعمل عبالك تفوز بالكروز ولا عبالك تروح تحضر لك شي ماتش فوتبول ليلي يمكن عندنا مانشستر او مانشستر تشيلسي ففوتبول ولا بحر فوتبول فوتبول يعني هلا صارت القصه بينك وبين صف لا لا كثير لا ما كاين هذه لا لا كثير هي كثير ان شاء الله ان شاء الله اكيد يا بسام بسام هلا اول شيء وجهك خير كثير علي لانه الحمد لله علقوا مع بعض وهذا اهم شيء بالحلقه كثر خير الله وان شاء الله الله يزيدهم يا رب بسام بدي اقول لك اول شيء اكيد رح نلعب انا وياك على ثلاث اسئله رح نلعب على مباراه مانشستر يونايتد تشيلسي ومنا مسحه ابدا هيدا الحلم ممكن يكون حقيقه مع تلفزيون مستقبل وان بوكس اوفيس وبروس كافيه الديكويني ولكن قبل خلينا نشوف تريلر عن وان بوكس اوفيس ونشاطاته ومن بعدها بنرجع لك بسام ياسين بس عم برجع انا وياك لنبلش اللعبه وعندك 3 دقائق 3 اسئله هلا يعني بعد شوي رح تشوف معجزه انه تخانقوا من ثواني وقفوا مع بعض هلا خلينا على كل حال نركز هيدي معجزه ها هيدي معجزه بعد ليلة انا وكريم هيك بنعلق اصلا بالنهار هلا اكيد هو مارق اللبان لعندي رح تشوفهم اصلا انا وكريم هيك بنعلق مع بعض ايه الحمد لله بسام اي فريق بتحب انت؟ ريال مدريد بس شو يعني حتروح على مانشستر اذا ربحت؟ نعم يلا سافر قبل على انجلترا ولا بعد رايح قبل على انجلند ولا مره مسافر لا بعد ولا مره مسافر يلا خلينا نجرب ان شاء الله بيكون من نصيبك نجرب المره اليوم لاعب تنس بقي مصنف اول على العالم 6 سنوات متتاليه مين هو جون ماكنرو او بيورن بيرغ او بيت سامبرس او اندري اغاسي واحد من هول الاربعه جون ماكنرو او بيورن بيرغ او بيت سامبروس او اندري اغاسي مين هو اللي بقي 6 سنوات متتاليه اول على العالم مصنف بالتنس اندري اغاسي لا بدي اعتذر منك يعني هو دغري عطى الجواب وهو الصحيح بيت سامبروس هو اللي بقي مصنف 6 سنوات متتالية على العالم اللاعب الأمريكي الشهير على كل الأحوال بدي أتشكر اتصالك معنا وبدي أقول لك كمان أنه ما رح نطلعك من شي جنون بدون جايزة بما أنه نحن من جن على الآخر وشهر رمضان
بدي اقول لك انه رح تربح من عند سرار، سرار هالتياب كلهم من عند سرار من فوق لتحت. بدي اقول لك رح تربح بقيمه $500 تياب تقدمه سرار بمحلاتهم بصيدا والحمرة. مبروك لك جائزه سرار، وكل عام وانت بخير يا بسام. انت بخير، انت بخير ان شاء الله. ثانك يو. شكرا يا بسام، واكيد دخل اسمك بالقرعه على السياره الاخيره ان شاء الله. يوم السبت رح يتم السحب على اخر سياره. رح ننتقل الى مزيد من الاتصالات الهاتفيه واتصال اخر. الو، مساء الخير. الو، مرحبا. مرحبتين، يا هلا يا هلا، نبضك قوي. مرحبا، مين معي؟ كيفك ابو الميش؟ تمام، كيفك انت؟ معك ربيع الشيخ. ربيع السيف، اهلا وسهلا بربيع. من وين عم تحكي؟ ربيع الشيخ. ربيع الشيخ؟ ايوه ربيع. أيوة. ربيع الشيخ، اهلا وسهلا بربيع الشيخ. من وين عم تحكي لي ربيع الشيخ؟ عم بحكيك من بيروت. من بيروت، يا هلا بربيع. بنقول لك رمضان كريم. مين سهران معك الليله؟ عم بتتبعونا كل يوم ولا قفيت لك كم ليله؟ لا، يوم ايه يوم ايه. اوكي، لانه لو مقفش ليلي كان قطعنا لك الخط. ممنوع. على راسي ابو الميل. حبيب القلب ربيع. يلا يا ربيع، خبرنا، بدك تفوز بالكروز مع كارين ولا بدك تروح تحضر مانشستر مع صبحي؟ لا، مع كارين بالكروز. اذا مع كارين بس بدي وسع هيدي نعملها هيك سوا. مزبوط. اذا مع كارين هلا صارت القصه بين ربيع وبين كارين. فيك تبلش؟ مش قادرة، لا توقف. ما في. طيب، مساء الخير ربيع. مساء النور كريم. كيفك؟ خلاص مشال بلشت. خلاص مشال. مشال خلاص. اوكي، انت ومين عم تحضرنا ربيع؟ انا وعائلتي. انت وعائلتك. يلا ربيع، عنا ثلاث أسئلة من خلالهم ممكن تربح الجائزة وهي رحلة على متن الأورينت كوين. اوكي اوكي كريم، بدك تساعديني وبدك تركز معي. اوكي. يلا. السؤال الأول بيقول لك أكمل مع سميرة سعيد أغنيتها ألقاني بعد يومين يشكي لي بدمع العين. يا عم ما هذا السؤال. سوري مش منتبه. لا قلته أنا. وبإيده وردي يبكي لي بدمع العين، وإيده فاضية يبكي لي ويولول. يبكي لي بدمع العين. أكيد يبكي لي بدمع العين هي الإجابة الصحيحة. يبكي لي بدمع العين، يشكي من حب كتير، يحكي والنار تقيل، واسمعه فكري شرير. خلص يا كريم، تركي كمل، تركي. كارثة كارثة. ألقاني بعد يومين. لا لا، ما تطلعها ما تطلعها. بدي اياها فوز عنا هون. السؤال الثاني رح ننتقل نحن وياك حتى نشوف فيديو كليب. بدي اياك ما بدي اياك تركز على شيء. نشوفه. اربح اربح. شو اسمها للأغنية؟ هيك فنانة سالي عم بتغني أغنية. شو اسم هالأغنية؟ شو عنوانها؟ أحلى منا، زير نساء، حارقة قلبك، أو بطلت أحب. فيك تعدي اليوم؟ أوكي. أحلى منا، زير نساء، حارقة قلبك، أو بطلت أحب. زير نساء. صح؟ جابها والله. صح؟ برافو برافو برافو. لا، زير رح ننتقل على السؤال الثالث. كنت فكرة يا ربيع اللي بخولك تربح الرحلة. ما هو الشيء الذي أكلته تستفيد، وإذا أكلت نصفه تموت؟ المشمش، السمسم، السفرجل، أو السكر. سفرجل يمكن. إذا أكل واحد سفر. يعني المشمش، السمسم، السفرجل، أو السكر. ساعديني شوية كارين. ربيع، يعني إذا بساعدك بتبهدل. بتبهدل. ربيع، ممنوع المساعدة في هذا السؤال، مبين يعني. أشكره. السمسم. 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 مظبوط.
السمسم يا ربيع السمسم يا ربيع والفرحة جمعتنا شو حلوة دنينا رجع يعمل هاي مش لا شو هاي شو هاي شو معي خلاص طب هاي احسن من هاي لا هاي بتجيب انت لا هاي مبروك لك يا ربيع قلي بدي احكي مع مثال لما لحظه لقلك حبيبي القلب اعطوني اعطوني ربيع لحظه شوي ما بدك اقول لك شو ربحت ومبروك وكذا وقول لي ميرسي وهيك ولو يا ربيع ولو يا ربيع لا ما بدي احكي مسانك انا اوكي ربيع انا شو انبسطت ربيع ربحت رحلة 8 ايام رح تنطلق فيها من بيروت انطاليا مرماريس بودروم ميكونوس رودوس وترجع من الى بيروت 8 ايام على ما تنسى فيني روعة 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 ربيع اتسلى كتير الف مبروك لك ورمضان كريم تفضل ميشيل هيك نشوف يا ربيع شو بدك لانه اول شيء قلت لها لكريم بدي احكي مع ميشيل هي انه اوكي خلص تغرب تعرف هذا بس قلت لها بدي احكي عنك رجعت ابتسمت قل لي ربيع خير ان شاء الله نحن كثير من حبك يا حبيب القلب كثير من حبك بس خفف شوي الهوز هو هيدي ميشيل كريم طيب ربيع وينك لا ما تقطعوا له خط ايه ربيع بس بدي اقول لك بما انه بدك ياني خفف الهوزو رح خفف الهوزو وخفف معه اسماء المشتركين داخل البوكال هيك صارت بالنسبه للسياره ما بتعملها اكيد ما بعملها ولو يا ربيع نمسح معك ربيع بس بدي العيله ربيع ديمقراطي الميشو ربيع الشيخ ديمقراطي ربيع الشيخ ربيع الشيخ من بيروت من بيروت صح ربيع بدي اقول لك مبروك لك هالرحله بالاضافه لطبعا كمان دخول اسمك بالقرعة على السيارة الأخيرة اللي راح يتم سحبها يوم السبت وهيدا اسمك يا ربيع دخل بالقرعة وأكيد راح تبقى معنا لتتابع فقرة هوز هو نرجع لكم مشاهدينا قبل ما نكمل مثل ما بتعرفوا انه ببرنامج شي جنون ما بننسى حدا حتى اللي بيحبوا بعضهم اللي مصاحبين جديا اللي خطبين وعلى أبواب الزواج أيضا قريبا ريزورت لوريف برميلي بقدم لكم عرس كامل المصاريف يعني حلو كتير الواحد يربح عرس اذا ناوي يتجوز ل 150 شخص ما بيتعرف على شيء اكيد مقدم من ريزورت لوريف بنشوف سوا هالتريلر اللي بفرجيكم هيك صوره صغيره كيف بصير العرس باللوريف وبنرجع لكم صار بدا إذا لقيت العروس إذا لقيت شريك العمر وعبالكم تصيروا عطول مع بعض مهمتكم صارت أسهل بكتير فرحكم فرحنا انتو اهتموا ببعض ونحنا ومطعم لوريف نهتم فيكم لكل الراغبين بالزواج ما بين شهري تشرين الثاني كانون الأول من العام 2013 وكانون الثاني وشباط من 2014 ما عليكم إلا إرسال أساميكن عبر البريد الإلكتروني shijnoon@future.com.lb حتى يدخل اسمكن بالقرعة للفوز بسهرة عرس كاملة تقديمة مطعم لوريف رميلي سلموا حلمكم لمطعم الحلم لوريف وهو كفيل بيجعله أجمل حقيقة يوم من العمر بيستحق حفل من العمر أما العروس وحتى تكون الأحلى قرر انستيتيوت جين نصار أنه يقدم لك كل شيء بتحتاجه يوم زفافها بقيمة 2000 دولار للعناية ببشرتها وبمكياجها مما بيجعلها مثل كل عروس عن جين نصار ملكة فريدة ومميزة وإذا قلنا أنه عروستنا ملكة بوتيك سرار للألبسة الرجالية ما بيقبل إلا أنه يكون العريس كمان بأبهى حلة لذلك قرر سرار يقدم له بدلة تكسيدو بقيمة 2000 دولار وهيك بيكون الثنائي رائع ومتناسق مش حلوة الجايزة مع هالتقديمات السخية؟ بما أنه هالفقرة مخصصة للخطبين واللي قرروا يتزوجوا في عنا شاب معنا بتلفزيون مستقبل هو زميل لنا مصور مصطفى السن
قرر يخطب بختام شهر رمضان المبارك، بركي بيربح العرس. بدنا نقول له مبروك لمصطفى طبعا ولفرح خطيبته يلي خطبه مؤخرا، بنقول له مبروك، وبس بدي اقول له انه ما لك حق تشارك لانه انت من فريق العمل، فبس مبروك اكيد على الخطبه، وان شاء الله طبعا كل ايامكم ما تزعل كثير يعني ما تزعل كثير. فاذا لكل الخطبين يلي ناويين يشاركوا بهالفقره، بتبعتوا اسم العريس واسم العروس مع ارقام تليفوناتكم على ايميل خاص شيجنون@future.com.lb. تذكير مرة جديدة بالشخصية ثلاثة بفقرة هوز هو، لأنه بعد لهاللحظة ما وصلنا ولا صورة بتأكد طبعا صورتهم اللي نحن رصدتهم الكاميرا، كاميرا شي جنون بمناطقهم من جزين. طبعا معنا العم يلي موجود طبعا على أقصى لا لا هيدي من عند هادي أبو وردي ناطر على البشرة. انا بعتلك عيونك هوز هو حبيتها. برافو هادي، برافو ثانك يو هادي. لنبلش نتصل هلا دغري نبعث صورتنا، فاذا شو ما تكون نرجع نحط هوز هو الاصليه. اوكي هوز هو الاصليه، فاذا ايش انا معقولي تغيروا السماعه. انا عم بتطلع من هون لقيت اول واحد ميشو، قلت شو هيدا شو جاب على هوز هو. فاذا العم الموجود بجزين والشاب الموجود بعكار بكروم عرب وسيدي بجبيل كمان بنوجه لهم تحيه وبنقول لهم على السريع ابعثوا لنا صوركم على 70 970 911 لتشاركوا معنا وتربحوا مجموعه جوائز قيمه عباره عن تلفزيونات، عن ساعات، عن ادوات كهربائيه وغيرها، بالاضافه لدخول اسمكم بالقرعه على اخر سياره اللي راح نسحبها يوم السبت. تذكير ايضا بفقره العرس لوراف انه السحب راح يتم يوم الجمعه ثاني ايام عيد الفطر السعيد. رح نتوقف هلا مع بريك، بعد البريك مباشرة بنعود إلى مزيد من الاتصالات الهاتفية وبنرجع بنشوف منال وين صارت تحديدا بمدينة صور. بريك وبنرجع لكم. عشرة 76 هو الرقم الوحيد للمشاركة معنا ببرنامج شي جنون، مع حرفين بتبعتون بالاسماس سي جي او سي جي لتشاركوا معنا باخر ايام طبعا برنامج شي جنون، اخر خمس حلقات منه. رح ننتقل مباشرة مرة جديدة الى مدينة صيدا مع منال المتألقة اليوم واللي هيك فيتي وين قلت انا؟ صور وين قلت انا؟ صيدا لا الى مدينة صور اكيد، كل صيدا بتحبك حبيبي. رح يكون بمدينة صور مع منال يلي عامل لوك جديد مع وينات مع تياب، بس بعد مش جاهزين معنا لايف، رح تكون معنا صارت جاهزة. منال مساء الخير مرة تانية، شو شلحت العوينات؟ وين العوينات؟ لا هي لسه، هي لسه لوك جديد مع وينات ومع تياب. انا عادة بطلع كيف يعني بلع وينات بطلع، بس ولا مرة طالع مع تياب. لا بس صراحة شوب شوابت لان لبسها كم طويل اما تشلتهم ضيقولي خلقي. طب رجعي حطيهم. خلص طلعت فيهم، حطيهم هون فوق، خلص طلعت فيهم. احنا مع حسن أوكي. من هون بطل بين البابيون، بطل بين البابيون كمان يوم عايش البابيونات. عندك بابيون هون على راسي وعندنا هون بالستوديو شي 43217 بابيون على فستان كريم الليدي كريم. في شي كمالة كان مش الحال، طار منهم شي 4000 بس بعد في كتير. طب وبعد ايه منها تفضلي ميشيل، نحن اخترنا شارع من شوارع سوريا للبيت، البيوت تقريبا عن جد عم بتكون هيك ضيقه على بعضها، منطقه شعبيه بتاخذ العقل، بس البيوت هيك مكنكنه على بعضها، كلهم جيران يعني بتعرف يفطروا عند بعض بلا عزيمه، هيك بصير الفيت دغري خلص بيقعدوا بيتجمعوا، اجواء كثير حلوه. وهلا كلهم حوالي هيك كمان مبسوطين بالاجواء. هلا شو بدنا نطلب منهم بعد ما بنعرف الا لنشوف اذا بدك تنقي شقه او منقي من الاشخاص الموجودين اللي هلا كنا حكينا انا وياك انه اذا في عجقه حوالي هيك مننقي من الناس وبتطلب منهم شي طلب هيك يعني حتى للي بيحققه هو اللي بيربح. مزبوط، بدك نروح على الشقه بنروح، بدك انت لانه شايفه المنطقه عندك انت. هلا قلب الشقه كلهم صاروا موجودين عندي. نزلوا كلهم يعني. طيب خلص فاذا بلا ما نروح على الشقه. اوكي هلا في كمان ورا اذا يا ريت بتكونوا موجودين هيك حد اكثر. منال بس بدي اسالك سؤال، انت حد المينا؟ انت حد المينا؟ يعني تقريبا قريبه. اوكي عرفتها للمنطقه لان زرتها كمان على عيد رمضان، بس مش هديك السنه اللي قبلها، بعلم الصباح زرناها. انا زرتها من شي شهر تقريبا.
بس لا وضح. وانا هلا عم بحكي توضح الموضوع يعني طالع عصور كمان قريب بعد رمضان. اوكي رح اطلب هاي المنطقة بالتحديد انا. اوكي انا كمان. مش معقول ما بيمرق لي شيء. الله يسعدك يا لطيف. يا لطيف هيدا كله من المحبة. خيي بابا بدنا تحدي. ما استحبني بقى. هلا قالوا لي معلقته كمان ما تواخذوني. يلا منال تفضلي تفضلي. ميشيل ميشيل شو قولك رح اطلب منهم؟ معقول اطلب منهم مثلا صفده من البحر؟ صفده من البحر ما بتجيبوا لي اياها هلا ومع انه قريب. لا anyway عندي عندي انا صفد من بحر سور على فكره. رح اطلب منكم يعني مفروض يكون موجود عندكم بدكم يلي بيجيب يعني رح اطلب طلب يلي بيجيبه اسرع هو اللي بيربح معنا اتفقنا. بدي 4 كبايات عصير ان كان تمر هندي ان كان جليب سوس ان كان لا 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 عصير كبايات عصير 4 كبايات بدنا نبوري دي مشاوبين. عملتي لهم سبق يعني دغري يعني هلا رح نكون معك هلا دغري مباشره اللي بيربح هلا بارضه رح نشوف مين رح يوصل مش هيك بارضه يلا ايه اكيد هلا على فكره في في وحده من من المدامات كمان قبل ما كفش وبدي الطلبات سمعت تمر هندي على السريع على السريع مشيت اكيد اللي بيوصل لعندك اول شيء مع ال4 كبايات بيربح معنا $500 كاش مقدمين من بنك ماد مزبوط من بنك ماد طبعا وصلت اكيد وصلت ولا مرقه يا ويلي يا ويلي يا ويلي أربع اسرع على السريع فاز طب منال هي وعم بتعبي الكبايات بس خلينا تعرفنا على اسمائهم على اسمها هلا شو هدول 4 هاو كلهم نوع واحد جلاب جلاب عندكم بعد شيء جلاب بدك تدقي لها تتاكدي منال انه جلاب بصير بعد بلشوا يوصلوا تفضلوا تفضلوا بس منال بهالوقت انتوا عم تشربي خليهم يعرفونا على حالهم لنربح وقت على الهواء منال اذا بتشربهم كلهم الا مني كفو يلا لحظه لحظه خلوكي معي لانه اني واي ما حدا حيفل خسران رح يطلع لكم جوائز طرديه هلا وصلت اول شيء ما دام تعرفين عن حالك زينب حازو حضرتك ناصر شعر ايه قبل هلا قبل عم بتعيد انه انا قبل ناصر انه ليه عم ليه عم تسالي عن اسمه قبل اسمي تفضل سلمى نصار يا اهلا وسهلا فيك بتصور مدام سلمى اللي وصلت اول شيء لعندك ولا لا مش مدام سلمى مزبوط المدام المدام اللي هون وصلت معي بس اكيد اسمك زينب صح زينب وصلت اول شيء ثاني وحده وصلت المدام سلمى نصار وثالث مسيو ناصر وفي المسيو ورا بالفلانيل ما راح يصير في زعل اكيد منال في الاستاذ ورا بالفلانيل بس بتعرفين عليه منال هيدا كيف عم اقول في الاستاذ اللي ورا بالفلانيل اذا بنتعرف عليه ورا ورا اوكي بده يتعرف عليك ميشيل لفت له نظره احمد شعار حبيب القلب يا محمد زوجه زوجه لزينب زينب صح والولاد بنتي وبنتي وعندي ابني تاني بس نايم نوم الهنا اوكي هلا اللي رح يصير بما انه وصلت مدام زينب يا ميشيل اول شيء اكيد رح يكون من نصيبها هي $500 بس اكيد ما رح تروحوا خسرانين نحن شي جنون برنامج اسمه شي جنون يعني دائما في جوائز بتاخذ العقل هلا بس يا ريت حدا بيمسك عني هذا الجلاب لاقدم لهم الجوائز عمو المعروف سموري العزيز اوكي عندنا هون بطاقه كريدت الجيفت كارد من بنك مات فيها $500 وعندك الرقم السري اكيد لتقدر تتحكم بالبطاقه الف مبروك لك رمضان كريم وحضرتكم اكيد رح يطلع لكم جوائز طرديه من حمدان تريدينج هيدي من حمدان تريدينج عباره عن ان اف اوكي ان اف هون عندك 21 قطعه من من قطع صفره يعني صحون وكبايات وهيك بياخذوا العقل هدول رائعين يعني وكمان هون عندك كمان من حمدان تريدينج سيلولار موبايل سامسونج الف مبروك لكم قالت لي لا بس انا ما ربحت ال $500 كله الربح حلو لا لا شكرا شكرا طبعا تحياتنا لهم جميعا سهلا شكرا لك منال ويعطيك الف عافيه ومره جديده قليله ميشيل 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 بس قبل ضروري لانه عن جد من كل بيت بدي اشكر اكيد البلديه شكر خاص جدا وكمان المسؤول عن الاعلام بدنا نوجه لهم تحيه كثير كبيره ونقول لهم شكرا كثير لوجودكم معنا بس هيك وانا برجع بشوفكم بكره ونحن كمان باسمنا بنحييهم جميعا وكل يلي عم يهتم كل اللي عم يهتموا طبعا بالنقل المباشر كمان وكثير انبسطنا بفريق هون داخل الاستوديو انه شفنا ايده للسموري سموري هو المخرج الفقره الخارجيه هيك بينت ايده كمان علي السموري من بعد 27 حلقه بنوجه له تحيه وبنقول له كمان رمضان كريم فاذا متابعين مبروك على $500 وتحياتنا مره جديده لكل مشاهدينا بصور لانه فعلا وصلنا كثير ايميلات ان كان بالفيسبوك او بتويتر او شيء انه كانوا حابين في الفقره تنزل الى صور وطبعا كانت موجوده اليوم بمدينه صور
نرجع لكم الى مزيد من الاتصالات الهاتفية واتصال جديد. الو الو مساء الخير. انتوا معنا على الهواء، حاسس هيك في شوية الو الو. اي مرحبا. مرحبا، كيف الصحة؟ تمام، شو اخبارك ميشو؟ والله تمام، انت كيف؟ رمضان كريم. مين معي؟ احمد محفوظ. احمد محفوظ، من اي منطقة يا احمد عم تحكينا؟ من صيدا. من صيدا، اهلا وسهلا فيك وتحياتنا لأهل صيدا اكيد. احمد محفوظ على السريع من ايد لك اسمك. اوكي، عم بتتابعنا من اول الشهر؟ نعم عم بتتابعنا من اول الشهر. اكيد اكيد. احمد محفوظ هيدا اسمك، شو رح نعمل فيه؟ شو رح نعمل؟ شو رح نعمل؟ ايه احمد، شو رح نعمل بالاسم؟ معك معك، مش عم تسمعني؟ ايه بالسامع منيح. وهيدا اسمك يا احمد، بيدخل بالقرعة على اخر سيارة يوم السبت. هلا خبرني يا احمد، شو عبالك؟ تفوز بالكروز ولا على الفوتبول مانشستر سيتي؟ لا، انا كبي قال لي العب مع كريم، بس انا شي عبالي العب مع الابلاوي. بيك قال لك تلعب مع كريم، هلا شو رح يصير؟ هلا اذا خسرت مع الابلاوي شو بده يخلصك من لسانه لكريم؟ لا لحظه شو رح يخلصك من لسانه لكريم؟ ميشو بليز، ما انه انت عم تدير هالحلقه، خليني بس احكي كلمه الابلاوي. انه شو رح تندم؟ انه طالع مع وحش يعني ولا؟ لا بكره الزمن بقول له الزمن؟ حس بس حاخدر فيك هلا، حاخفق اطلب فدية. بس مش انا فرجيكم انه مرات بدون ما اتدخل انا بيعلقوا على بعض. على كل هلا لنعمل هيدي الخطوة انا وياك احمد. احمد احمد ذكرني بالعيلة، احمد محفوظ. هلا بما انه بدك تلعب مع صبحي، القصة صارت بين المحفوظ بين الابلاوي وبين الابلاوي. احمد مساء الخير لك، وكمان تحياتي لوالدك. انا منيح الحمد لله، رمضان كريم لك. بدي اقول لك اول شغله، انت مع اي فريق بالفوتبول؟ مع برشلونه. واذا ربحت على مانشستر بتمشي الحال بتروح على انجلند ولا؟ اكيد اكيد بيمشي الحال. وبتعرف انت انه الدوري الانجليزي الممتاز من اجمل الدوريات بالعالم واغلاهم بالتيكتس، ونحن رح ندفع لك الاوتيل التاكسي تيكت الملعب وتيكت الطياره ان شاء الله والاكل على المصيبه. وخليني اقول لك بس يا احمد انه الليله عم نلعب على هالجائزه تقدم التلفزيون المستقبل، وان بوكس اوفيس وبروس كافيه قد كويني. اوكي اوكي. من وين من صيدا انت احمد؟ نعم، من وين من صيدا؟ وين ساكن؟ بالهلاليه. اوكي يلا خلينا نبلش انا وياك نلعب ثلاث اسئله بثلاث دقائق. يلا احمد محفوظ، السؤال الاول بيقول لك كثير سهل اذا انت بتتابع فوتبول. سبيشال 1 هو لقب اي مدرب بالعالم؟ سبيشال 1، هل هو أليكس فيرغسون، كارلو أنشيلوتي، جوزيه مورينيو أو يوب هانكس؟ أي مدرب من هالأربعة بلقبوه بسبيشل وان؟ ولا أسهل من هيك، ما بده مساعدة. جوزيه مورينيو. صحيح، مدرب ريال مدريد الإسباني السابق وحاليا عاد لتدريب تشلسي بعد ما تصالح مع رومان أبراموفيتش الملياردير الروسي. يلا السؤال الثاني بيقول من هو اللاعب يلي أضاع ركلة الجزاء أو الركلة الترجيحية بالعربي الفصحى البنالتي يعني الأخيرة بمونديال 1994 لإيطاليا؟ مين كان؟ مالديني، باجيو، ماسارو أو باريزي؟ واحد من هول الأربعة شهير جدا أضاع ركلة الجزاء وشاطة هيك. ليك كيف هيك؟ فيك ترجع تعدل الاحتمالات فوق العرضة ولو ما أسهله. مالديني، باجيو، ماسارو أو باريزي؟ باجيو. باجيو، روبرتو باجيو. صحيح، هو اللي أضاع وشعراته كانوا المميزين وشاطة فوق العارضة. هيدا بدأ ميشو هيدا كان ينولو سايك ياك والجوك الطريقي جوك كالكالتشو وميديو دي بيلي. باجيو روبرتو باجيو باجيو شوت شوت روح ومشينا الجول ومش معقول ومشينا. في شي بعقل في شي بقى خلاص يعني. السؤال الأخير كيتا بالأعداء، الحمد لله ظهرت من الاستديو. السؤال الأخير يلي بخولك تربح رحلة العمر ونحقق لك حلمك، تلفزيون المستقبل جن على الاخر بشي جنون. ركز، سؤال اخير بيقول ما اسم السباح الامريكي اللي فاز بسبع ميداليات ذهبيه باولمبياد 1972؟ مارك سبيتس، مات ايفنس، مات بيوندي او شارلز دانيال؟ واحد من هول الاربعه. هو عمله ملابس سباحه على اسمه، هل هو مارك سبيتس او مات ايفنس او مات بيوندي او شارلز دانيال؟
مين هو؟ الحمد لله اثنيناتهم ظهروا. لا ابو الميش معنا. انا ما بدي هونيك هون المصداقيه بالشغل. مارك سبيتس. مين؟ مارك سبيتس. صحيح إجابة صحيحة. برافو يا أحمد. حلوة يا أحمد. حلوة يا أحمد. حلوة. حلوة يا أحمد. برافو. برافو يا أحمد. الحمد لله. الحمد لله أحمد. خليك معي. خليك أحمد محفوظ. ألف مبروك لك رحلة مدفوعة. لك أحمد بس قبل بليز هادي بالإسم منك إذا فيني أحرق شوي. سوري بس لا لا ما بدي أرقص معك. شوف إلا اندمت شي؟ اندمت إنك لعبت معي؟ لا اكيد ما ندمت. اكيد مبسوط كثير. هني مبروك. بس انا بدي احكي لك عشان بليز ما تغني. احمد محفوظ مبروك لك جايزة على مانشستر. رح تروح تسافر على مانشستر على مدينة مانشستر لتحضر مانشستر وتشيلسي. جايزة مقدمة من تلفزيون مستقبل وان بوكس أوفيس وبروس كافيه ديكويني. مدفوعة كافة المصاريف وحتى الأكلات لأنه كتير غاليين بإنجلند. يعني 7-8 باوند الساندويتش. 10 دولار تقريبا على الأستاذ ميشيل عزيزيش. مرسي مرسي كتير لكم حبيب القلب. هلا أكتر شيء عجبك بالجايزة أكيد الساندويتشات. أحمد مبروك لك أكيد على هالجايزة الرائعة يلي قيمتها يمكن أكثر من 10,000 دولار بتصور. ايه تقريبا يعني فعلا 10,000 دولار وشوي. جايزة كتير حلوة وكتير أشخاص هيك حلوين يروحوا يحضروا ومتوشي طبعا بالملاعب العالمية. فإذا مبروك لك يا أحمد وأكيد اسمك دخل معنا بالقرعة على السيارة الأخيرة كنا سجلناه وإن شاء الله بتكون من الفائزين معنا. قبل ما نطلع مع بريك بنرجع بنتذكر فقرة هوز هو مع ثلاث أشخاص. وحسب ما وصلني خبر انه في واحد بيناتهم بعث لنا صورته بعدهم بس عم يتاكدوا من الموضوع. في عنا العم بمنطقه جزين طبعا اللي لابس الشابول برنايطة تحياتنا له. اكيد في عنا الشاب الموجود بعكار بكروم عرب والمدام بمدينه جبيل. ان شاء الله بعد البريك رح نكون مع مزيد من الاتصالات ورح ناخذ اكيد الاتصال الاول بفقره هوز هو ويربح معنا جوائز قيمه. بريك وبنرجع لكم الى شي جنون. عبد السلام صالح ابراهيم من كروم عرب من عكار هو الشخص الاول اللي بعث لنا صورته بالواتساب. رح يكون معنا بعد لحظات قليله وهو اللي رح يربح الجائزه الاولى بفقره هوز هو بحلقتنا الليله. طبعا هيدي اهداء هوز هو لكارين ولربيع يلي كان متصل فينا من لحظات قليله. فاذا عبد السلام رح يكون معنا بعد لحظات. انما هلا رح نرجع نتذكر سوا شو ممكن تربحوا بحلقات شي جنون ومنكون بعدها مع عبد السلام ومع مزيد من الاتصالات الهاتفيه. تريلر الجوائز. بيكفي يكون جوابك صح أو بيكفي يكون حظك حلو حتى تربح معنا. طيلة شهر رمضان المبارك رح يكون برنامج شي جنون حدك حتى يسليك يفرحك ويربحك. جوائز وهدايا بمئات وألاف الدولارات بانتظارك يوميا. وحتى يستحق اسمه قرر شي جنون إنه يطير لك عقلك بهدية بالبحر بالجو وعلى الأرض. مجوهرات قيمة بتصاميم فريدة. رحلات بحرية تقدم يوميا من أبو مرعى كروزز لمدة 8 أيام من بيروت إلى مرمريس وبودروم وجزيرة ميكونوس اليونانية الساحرة. رحلات ولا بالخيال تجعل من أيامكم ذكريات ما بتنتسى. أدوات منزلية كريستال وهدايا ولا أجمل من ANF أحمد ناجي فارس بفرعي البسطة والمكلس. أدوات وإلكترونيات لا غنى عنها من حمدان للإلكترونيات الجناح. عنوان الثقة والجودة والاسم المعروف. وأيضا هدية ثمينة من مؤسسة مشموشة لبيع الأدوات المنزلية الكهربائية والرياضية على أنواعها من ماركات عديدة وعالمية كلها عند مشموشة. أما اللي بحب الرياضة وبحب يطير بالجو، وان بوكس أوفيس بتقدم له رحلات سفر مع إقامة والأهم بطاقات لحضور الفورمولا 1 وأهم المباريات العالمية بكرة القدم وبأكثر من بلد، فضلاً عن تي شيرتس موقعة من أهم اللاعبين والنجوم العالميين يلي بتتمنوا تشوفوهم.
مع وان بوكس أوفيس أحلامكم تتحقق كلها. وللرياضيين كمان وكل الأشخاص يلي بيقدروا القيمة العالية للملابس والتجهيزات الرياضية على أنواعها بترافقهم ماركت لجيا الإيطالية بالتمارين كما بحياتهم اليومية. وبيبقى كتير بجعبتنا ألبسة رجالية فخمة من بوتيك سرار بفرعي الحمرة وصيدا، الاسم العريق للألبسة الأنيقة والمختارة بعناية للرجل المميز. بطاقات بقيمة $500 من بانك مات جيفت كارد، بطاقة واحدة لجميع المناسبات، وبطاقات من معهد جين نصار العريق بمجال إبراز جمال السيدة بفرعي الجميزة وصيدا. وللشهر الفضيل أيضا غازي ترافل بيقدم لكم أجمل الرحلات إلى مدينة الشباب آيا نابا، معهم بتسافروا بأمان وراحة بال. ولتتابعونا على شاشة مميزة اختارت شركة سويدكس صديقة البيئة تقدم LCDs بمواصفات خاصة من ناحية المواد الطبيعية المستخدمة أو التصاميم الفريدة يلي بتميز الشركة السويدية العريقة. هيدا أكيد مش كل شيء، رح ترافق أيامكم وترسعها بالألماس ليلة العيد ساعات موشن حتى تلمع عيونكم مثل أوقاتكم بالنجاح الأكيد. ويومياً بانتظاركم ساعات وأقلام ثمينة من موشن المنتشرة حول العالم حتى تحلي أوقاتكم وذكرياتكم. والمهم كتير تعرفوا أعزائنا المشاهدين أنه كل المتصلين أو المشاركين بشي جنون من اليوم الأول للبرنامج وحتى يوم العيد رح يدخل اسمهم بالسحب الأسبوعي للفوز بأكثر من 5 سيارات. مين بيعرف إمتى الحظ بيبتسم له وبيسلمه مفاتيح سيارة جيلي ولا أجمل أو سيارة هيونداي كاملة المواصفات. ومفاجآت كتير كتير بعد. مشاهدينا أنتوا بتستاهلوا وشاشتنا كريمة. إذا مشاهدينا هؤلاء هن الجوائز اللي ممكن ترمحوهم بحلقاتنا من شي جنون، ورح ننتقل إلى مزيد من الاتصالات الهاتفية بفقرات طبعا فوز بالكروز وحقق حلمك واتصال جديد. مساء الخير. ألو 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 بونسوار. ألو 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 ألو. عم بمزح معك سامعك. بونسوارين، أهلا وسهلا. مين معي؟ معك شفيقة القيسي. شفيقة قيسي القيسي. أيوة شفيقة القيسي. من وين يا شفيقة القيسي؟ من بيروت. من بيروت، أهلا وسهلا بشفيقة. أهلا فيك. حبيت أنه شفيقة القيسي. القيسي هي حتى ما تقلها شفيقة على الطريقة اللبنانية. يا شفيقة يا شفيقة. شو هي الغنية دخلك شفيقة يا شفيقة؟ رأيت أنت بتكفيها. يا مسوسحة الخليقة. أيوة يا شفيقة موسوعة عارف مسلماني دغري. يا مسوسحة الخليقة. شفيقة القيسي هيدا اسمك دغري مباشرة رح يدخل معنا بالقرعة. أوكي على آخر سيارة. عم تحضري لك الليلة شكلك مزبوط. حاسس من صوتك هيك أنه سعيدة ومبسوطة وهيدا اسمك. عم نسمع صوتك. تسلمي يا شفيقة. Thank you. مين سهران معك الليلة؟ أهلاتي وماما وبابا وأخواتي وتيتا. تحياتنا لأهلاتك للماما وللبابا وللي صرخوا حواليهم. شفيقة هلأ شو عبالك؟ تفوزي بالكروز ولا هذا كله مع كريم رح هلأ يعني نقول الاسم صار قرين لأنه منشان قيسي وشفيقة. إذا بتسمعنا طبعا كريم يعني ما بعرف شكلها ليش أنت ناطر لا أسمح لك ولا لا. ما انت بتعمل ايش من دون ما انا اسمح لك يعني. هلا القصه صارت بين شفيقه وقرين. يا لطيف. الو قرين. مساء الخير شفيقه. مساء النور. يعني ما بخبرك العذاب اللي عم عايشه انا يا شفيقه. طولي بالك. طيب عم نلعب انا وياك هلا على خاتم تقديم الدماس. اوكي كريم شو بدي منك مساعدة. ببلش نجبك يا جميلة. هلا قطعت الكهرباء. لا والله 12 إلا 10 قطعوها مع انه كثير دقائقين بيقطعوها على الوقت. ليه قطعوها قبل عندك؟ ما بعرف يا عيني. قطعوكم الكهرباء ولا الكهرباء؟ سنة 2013 الكهرباء بعدها بتنقطع. بس بدي اسألها لشفيقة بما انه شفيقة وقارين الكهرباء ولا القهرباء؟ لا الكهرباء. عم بختلف. صحة صحة. شو هالشردوقة. شفيقة يلا رح نبلش أنا وياك 3 أسئلة. عم نلعب على خاتم تقديم الدماس كتير حلو من الذهب وسعره حلو كمان يا شفيقة. أغنية أيام اللولو اللي غنتها كل من صباح طبعا مع حفظ الألقاب وسميرة توفيق هي من ألحان
توفيق بركات، هشام بولس، ملحم بركات، او الي شويري. او شو سهل، الي شويري طبعا. حلوه منك يا شفيقه. شو هلا لولو، شو رش ملبس يا ماما، وشو هلا لولو. برافو. ايه لا هيدي كلمه كلمه، هيدي ما في غلطه. برافو. يلا رح ننتقل انا وياك شفيقه لنشوف. انتبه ما بدي اياك تركزي على شيء اساسا. غمض عيونك. رح نشوف مشهد من فيلم، اوكي؟ وبرجع من فيلم، من فيلم. اوكي اوكي اوكي، وبرجع بسالك سؤال. اوكي. يلا يا رنايا كلي لك لقمة. ماليش نفسي يا ماما. لقمة صغيرة كده على قد نفسك، ده انت من امبارح ما دقتيش طعم الزاد. مش قادرة. في حاجة مزعلاكي يا بنتي؟ لا. امال ايه؟ مالكيش غرض لحسن؟ اكلم على اخوكي لما يطلع من السجن يزحلقه. ابدا ابدا يا اما، ده انا بس شايله هم اخواتي في مساله الجهاز. ما تلعيش هم يا بنتي، كل شيء برزقه. شفيقه يا شفيقه. اه ليك ما بس الا شفيقه عم بترد. طبعا. يا الله يا ميشيل، شفنا مشهد من فيلم، بدي اياك تقولي لي شو عنوانه لهالفيلم. عدوية. انت ما شفتي شيء ما هيك؟ لا ابدا. اوكي. عدوية، الضياع، ورد وشوك، امرأة ورجل. عدوية. فيك ترجعي تقولي لي يا ماما. اوكي. عدوية، الضياع، ورد وشوك، امرأة ورجل. ورد وشوك. من بطولة ناهد شريف، محمد رشدي، نجوى فؤاد، سعيد صالح. تديهم بعد مرة. قلتي ورد وشوك؟ صح. 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 صح يا شفيقة. صح يا شفيقة. صح يا شفيقة. يلا رح ننتقل على السؤال الثالث اللي بخولك تربحي الخاتم الألماس، تقديم الذهب، تقديم الدمع. إن شاء الله. يلا. من هو الشاعر الذي لقب بضرير النابغة؟ اوكي اوكي. بشار بن برد، برد او برد؟ برد. بشار بن برد، عنتر بن شداد، احمد شوقي، او ابو العتاهيه. بشار بن برد. شو هدي لنا اياها بليز؟ بن برد. ايوه هيدا مثل كتر. انتهت. اوكي صار خاتم الك. عنتر بن شداد، احمد شوقي، او ابو العتاهيه. بعد مره. لا مرة. لا بشار بن طبعًا. بشار بن برد ولا هوديك ثلاثة؟ مين؟ بشار بن برد. صح. يا برافو. هاي رح لا هاي 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 لا بس رح تبلد بقص مش مهم. ألف مبروك إليك يا شفيقة. ألف مبروك إليك، ربحتي خاتم زيح. هيدي أنا بدي أقلها مبروك شفيقة، ربحتي خاتم تقديم الدماس. ألف مبروك لإلك، أنت متزوجة أو خاطبة؟ طب كمل. انت متزوجة او خاطبة؟ متزوجة خاطبة؟ في شيء على الطريق؟ مزوجة. مزوجة لكنها كثير منيح. بتلبسي هذا الخاتم هلا على العيد هيك، عرفتي؟ بتظهر وبتتعشوا وكذا. الف مبروك لك ورمضان كريم. على زوجة عادية. ايه وفرت على زوجة. شفيقة مبروك لك يا شفيقة، واكيد اسمك دخل معنا بالقرعة كمان على السيارة. مبروك عليك وشكرا لاتصالك. رح ننتقل هلا الى كروم عرب بعقار، بعكار، مع عبد السلام صالح ابراهيم يلي هو الاتصال الاول يلي بعث لنا صورته صحيحه بفقره هوز هو. وبناخذ عبد السلام. مساء الخير عبد السلام. الو الو. عبد السلام صالح ابراهيم صح؟ نعم. اهلا وسهلا فيك يا عبد السلام، خبرنا انت اول اتصال بفقره هوز هو لليله، خبرنا. نعم. كيف تلقيت الخبر؟ رح نشوف صورتك طبعا، رصدناك بمنطقة عكار بكروم عرب. مزبط حالك، بعت لنا صورة بالواتساب، ما بتفهم مثل ما بيقولوا. خبرنا. كيف كنت عم تحضر قاعد بالبيت سردة وشفت صورتك، ولا حدا دق لك مثلا وخبرك؟ لا شاب صحبي خبرني، قال لي صورتك على البرنامج احكيه. اوكي.
وانت ما رجعت شفتها للصوره دغري بعتها يعني على العميانه مثل ما بقولوا ولا رجعت حضرتنا؟ ايه بعت الصوره دغري يعني دغري. عبد السلام بدي اقول لك مبروك لك. عرفت شو ربحت ولا بعد؟ اول شيء بتربح تلفزيون ليد سكرين 32 انش مصنوع من الخشب، صديق كثير كثير هو البيئه، يعني اصحاب لدرجه كثير قويه هو البيئه، ماركت سويدكس السويدية الصنع. اوكي معي عبد السلام؟ اوكي هيدي اول جايزه. ثاني جايزه ساعه موشن سويسريه الصنع، هيديك سويديه ايه تربص الساعه سويسريه وبتتفرج على التلفزيون سويدي. اوكي حسك الاتحاد الاوروبي هو ساعه موشن قيمتها $950 كمان. هي صديقه مع البيئه بس مش قد سويدكس، يعني اصحاب. هلا مش انا بقول عبد السلام مش فاهمين شيء. عبد السلام اوكي. عبد السلام بالاضافه لهالشيء بدي اسمك الكامل عبد السلام. عبد السلام صالح. عبد السلام صالح ابراهيم. على راسي خلص. مبروك مبروك يا عبد السلام. عبد السلام مش بس هيك كمان بدي اقول لك انه اسمك ابراهيم. ابراهيم ابراهيم عبد السلام صالح من عكار، كمان اسمك بيدخل معنا بالقرعه على سياره بدنا نسحبها يوم السبت. بدك تحضرنا السبت؟ بدك تحضرنا السبت؟ اوكي اوكي ان شاء الله. اوكي ان شاء الله. هيدا اسمك لانه معقول تربح معنا سياره، هيدا اسمك دخل بالقرعه كمان على السياره الاخيره معنا. شكرا لك يا عبد السلام. بقي معنا الشخصين العم بمنطقه جزين والمدام بمنطقه جبيل. بعد ما بعثوا لنا صورهم بعد معكم 5 دقائق لما تبعتونا صوركم وتربحوا الجوائز الثانيه. بريك بنقول بعدنا متابعه الجزء الاخير من حلقتنا الليله. شيء كثير جنون. مشاهدينا وصلنا للجزء الاخير من حلقتنا الليله ومعش معنا وقت ابدا ناخذ اتصال بس رح ناخذه يعني على السريع. الو مساء الخير. مرحبا مين معي؟ على السريع. الو ايه مرحبا. مرحبا كيف صحه بس على السريع بدنا نحكي بسرعه. مين معي؟ تمام يلا الحمد لله. مين معي بسرعه؟ رامي. رامي شو؟ رامي منصور. رامي منصور اهلا وسهلا. من وين عم تحكينا رامي منصور؟ شو عبالك تلعب فوز بالكروز ولا تايم اوت؟ رامي منصور. لا مع صبحي. مع صبحي. رامي منصور من وين؟ من بيروت. من بيروت. رامي منصور على السريع بما انه الوقت دهمنا، رامي منصور هي. اسمك بالقرعه على السياره يلي بدنا نسحبها يوم السبت، هي السياره الاخيره. وبما انه رح تلعب مع صبحي صارت القصه هلا بين رامي وبين صبحي على السريع. اوكي مساء الخير لك يا رامي منصور ومساء الخير لكل اللي عم يحضرونا معك. نحن اكيد بما انه ربحت مانشستر يونايتد وتشيلسي رح نربحك مباراه النجم والانصار على ملعب بيروت البلدي. اوكي اوكي طيب شو اوكي عم بمزح اكيد لا عم نلعب على مباراه نحن ما بنسفر غير لمرات الاثنين. يلا صبحي اسرع اسرع رح نلعب فيني اقول الجايزه. عم نلعب على رحله كمان على انجلند، رح ناخذك هالمره على لندن لتحضر ارسنال تشيلسي. اوكي اوكي يلا. انت مع مين بالدوري الانجليزي؟ انا مانشستر يونايتد. لو اتصلت قبل شوي كنت ربحتها بس ربحها احمد محفوظ. يلا السؤال الاول بيقول ملعب ادوارد بارك لاي فريق تابع بالدوري الانجليزي؟ ويجن اتلتيك، بلاكبيرن روفرز، نيوكاسل يونايتد او فولهام؟ باركلي. لمين تابع لأي فريق؟ ويجن أتلتيك، بلاكبيرن روفرز، نيوكاسل يونايتد أو فولهام؟ بلاكبيرن. صحيح إجابة صحيحة لبلاكبيرن روفرز. الإجابة صحيحة. أول سيارة فازت بالفورمولا 1 كانت ألفا روميو ما هيك؟ قديش كانت سرعتها القصوى؟ من زمان هيدي زمان. 120 160 240 او 290 بالخمسينات يمكن مشو ما هيك ما كانت تعمل ايه بتصور بالخمسينات كان صوتها بعدها ما في هدول اللي بيطلعوا الاصوات كان اي سنه هاي بالخمسينات صور 53 يعني انا حسب ما بتذكر كنت عم بحضرها وقتها كان عمري ايه كان اخده وين 120 قد ايه 120 لا الجواب الصح 290 يا بعيط عليك
في حدا عم عيط عليه ولا 240 سرعتها كانت 290 بس على كل الاحوال خليك معي رح اقول لك انه كمان رح ربحك ما بعرف من عند مين بس تقول لي بيرنا بدينتي رح ربحك من عند ليتجيا الماركه الايطاليه المعروفه بالالبسه الرياضيه رح يربحوك شنطه رياضيه فيها كافه التجهيزات الرياضيه اللي بتعوزهم واكيد قيمتها $500 من تلفزيون المستقبل وشركه ليتجيا الايطاليه الف مبروك لك ثانك يو ما بعرف شو عم يحضر لا لا ما عم حدد شيء بدي اقول لك رامي كمان دخل اسمه بالقرعه بس بدي اقول للمشاهدين بتعرفوا قد ايه في ناس بلبنان خاصه عيونهم على الكرسي واكيد كلكم وبتعرفوا انه الكرسي هيدي هي كرستي وفي كثير ناس عيونها على هالكرسي شكلك مريض بالكرسي اكيد عرفتوا انتم مين اللي عم بتوجه لل انا ما عرفت ما عرفت انت الوحيد انا بس رح اقول شغله كثير مهمه انا الوحيد اللي ما فيه يقعد على الكرسي انتم اثنين فيكم تقعدوا على الكرسي لا كلنا بالقانون اللبناني مظبوط انا ما فيه يقعد على الكرسي فاذا طبعا انا الكرسي مقدم الى كارين ولا صبح ولا حد ياخذها ما في مشكله سلامة اسمك سلامة اسمك بتبارك فيه صبحي عن جد ثانك يو لك ليلي يعني حبيناك معنا اليوم والله انا بدي اتشكر ميشيل اصلا عن جد كمان استضفتكم اليوم بميشو شو كريم كمان هول فراشات يعني زينونا استوديو اليوم ميرسي سامع المزيك سامع المزيك اكيد وطبعا تنبق لك هاي الكرسي وكل الكراسي اللي بتقعد عليهم بس رح ترجع على كرستك بكره فإذا مشاهدينا لهم كون وصلنا لختام حلقتنا أكيد بنلتقى فيكم بكرة بآخر شهر رمضان المبارك بالحلقة الأخيرة على أمل طبعا نلتقى فيكم بثلاث أيام عيد الفطر السعيد كريم صبحي ومنال وأنا وفريق العمل من هلأ لبكرة بنقول لكم تصبحوا على ألف خير ورمضان كريم إلى اللقاء